فاجعة تؤدي بحياة عائلة كاملة، والقاتل كما يذكر شهود عيان هو رب الأسرة. كيف ولماذا وما هي الأسباب؟ أسئلة تثير الشكوك حول هذه الحادثة. كنا بالبيت، دقوا علينا قالوا صارت شغلة، انهم لحين على هذا الولد صاحبنا، قال كذا صار. شنو كذا؟ قال ابن عمي مكتل عائلته كلهم. بعد هنا قبل جينا هنا عند بيته، جينا وهذا اللي صار. سألنا هنا استفسرنا، قالوا على اساس بطلبوا فلوس. رواية كثيرة وتحليلات لا تخلو من الاستغراب. شاب أقدم على قتل عائلته المتكونة من والدته وزوجته الأولى وأولاده وأخوته وأحدى أخواته، حتى تلك الصغيرة التي تعلقت بوالدها فهي ضحية أيضا. بخت يعني يساعد يعني فقر يساعدهم ويطي مال، وترى هذا بيته بعد هذا بيته. شنو يشتغل هو؟ يشتغل نجار مال خشب كونكريت، يعني مقاول مال كي مال قالب. عندك هذا بيته، وبعدك بيت هاي سيارته البيضة وهاي سيارته الزرقاء، وعنده بيت هنا هسه موجود، وعنده مرته سورية. يعني متزوج اكثر من زوجي؟ متزوج هو اثنين، واحدة بتعمه خليصته وواحدة سورية. زين، مو عدد العائلة جد؟ هسه العائلة اللي يقولون اكو بيهم جماعة يقولون 13 وبيهم يقولون 12. حتى بنيته عمرها تقريبا، يعني عمرها تقريبا بنيته عمرها تقريبا سنتين ثلاثة هم كاتب، وأمه وزوجته وأخوته وولده وأخته. أختي عنده خطار يهم كاتب. سمعة طيبة وأخلاق متزنة يستذكرها جيران المجن عليهم، إذ يقول أحدهم أن حال العائلة كان مستقرا ولم تكن هنالك أي مشاكل تذكر قبل الحادثة. يعني أنا بالسبعة وربع شفت ابنهم الزغير، يعني شفته بالمحل وسلمت عليه وحاجيته. البارحة أخوهم محمد مأجرني، أنا سايق تاكسي هنا مأجرني ومودي مواصل الناس. قبل الأول البارحة قال لي نروح نودي الوالدتي نسوي له قسطرة بالمستشفى، نسوي له قسطرة. ما تفاجئنا، يعني أنا سبعة وربع هنا ثمانية، يعني ما سمعت حتى طلقات، يعني تفاجئت الساعة تسعة يعني صريخ الناس، يعني انصدمت. يعني شلون صارت هاي ما أعرف، هاي الحالة شلون صارت، يعني ما شفت شيء، شفت بس الناس ملتمة وشفتها. تفاجئت يعني أم الولد أعرفهم واحد واحد، خوش ولد ما عندهم شيء، لا مثل باقي الناس يعني كبسلوا له فشي ولا عندهم اشياء مزينه، يعني عرفهم حتى هو عباس نفسيته. مشهد مؤلم وصور عالقه في الذاكره لضحايا اطفال ونساء وشباب قتلهم من كان يحميهم، ذهبوا ولا احد يعلم ما السبب وراء تلك الحادثه، والناس بانتظار نتائج التحقيق. لقناه رشيد، احمد علي، البصره.